إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الله ورسوله، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم أيها الآباء الفضلاء، وأيها الإخوة الأحباب الأعزاء، وأيتها الأخوات الفاضلات. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه القرية الطيبة المباركة، في قرية ميت العامل، على طاعته، أسأله جل جلاله أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. وأستأذن مشايخنا الأفاضل الأجلاء الذين شرفونا في هذا اللقاء أن أقف بين أيديهم خطيبة، وإلا فهم أصحاب هذا الحق وأولى به مني، وأسأل الله أن يرزقني وإياهم الإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، البشرية تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، ولكنها حين أعرضت عن هدى الله فقدت كل شيء. اسمحوا لي أن أكرر، فهذا موضوعنا. البشرية الآن تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون، وتجري كالمطارد، تئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك أي من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين أعرضت عن هدى الله فقدت كل شيء، فهي محرومة من نعمة الأمن والأمان، على الرغم من كثرة الآلات الحربية المروعة. نعيش زماناً يسمى بالعصر النووي، والجريمة فيه تحارب على أحدث الوسائل العلمية والنفسية، ومع ذلك لا نعلم زماناً قد انتشرت فيه الجريمة، وسفكت فيه الدماء، ومزقت فيه الأشلاء،
كزمان الطائرات والصواريخ والدبابات والقنابل البيولوجية والنووية وغيرها. العالم محروم من الأمن ومحروم من الأمان ومحروم من نعمة الرخاء الاقتصادي. وما الأزمة العالمية منا ببعيد، وما أزمة اليونان الآن منا ببعيد. على الرغم من كثرة الأسواق، وعلى الرغم من كثرة البنوك التي تطبع كل يوم أوراق النقد، حرمان من نعمة الرخاء، فأكثر الخلق يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، أو كثير من الخلق لأكون دقيقا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، ويبذل الكثيرون منهم ماء وجوههم من أجل الحصول على لقمة الخبز. والبشرية الآن محرومة من نعمة انشراح الصدر وراحة البال واستقرار الضمير والسعادة والهناء، فهي تتخبط في الضلال والشقاء والضنك. ولا أريد أن أطيل النفس في هذا الواقع، فكلنا يعرفه، لكن ما الخلاص وما سبيل النجاة؟ هذا هو موضوعنا اليوم مع حضراتكم بإذن الله. اتباع الهدى سبيل النجاة. فها هو ربنا جل وعلا خالق هذه البشرية كلها يحدد سبيل النجاة وطريق السعادة في الدنيا والآخرة، ويبين جل وعلا ثمرات اتباع الهدى والثمرات المرة للإعراض عن الهدى. فيقول جل وعلا في آيات محكمة هي الفصل الذي ليس بالهزل، قال جل وعلا في أواخر سورة طه بعدما بين قصة الخلق: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، إلى آخر الآيات. يقول الحق تبارك وتعالى موضحا سبيل النجاة للبشرية ولأمة النبي خاصة في الدنيا والآخرة، فيقول جل وعلا: قال اهبط منها جميعا. خطاب لآدم وحواء وإبليس، قال اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو. انتبه معي إلى المنهج وإلى سبيل النجاة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. انتبه معي أيها الحبيب اللبيب، فها هو سبيل النجاة واضح المعالم والبنيات، لا لبس فيه ولا غموض. إذا أرادت البشرية كلها الآن النجاة والخلاص والخروج من هذا المأزق الحرج التي تتخبط فيه، فهذا هو السبيل. أقول بكل ثقة واستعلاء المؤمنين العارفين برب العالمين جل وعلا والعارفين بمنهجه، أنادي على البشرية كلها وأقول: هذا سبيل الخلاص والنجاة ولا سبيل آخر.
إذ لا سبيل يبتعد أو ينحرف عن هذا السبيل. وكذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم التي ابتعدت كثيرا عن هذا الهدى وأصبحت أيضا وراء الركب ببعيد، تتسول على كل الموائد، وطمع فيها الضعيف قبل القوي والذليل قبل العزيز. ها هو سبيل النجاة والخلاص في كلمات قليلة: فإما يأتينكم مني هدى، أي إما يأتينكم من الله رسول مكلف مرسل أو كتاب منزل. كتاب منزل ورسول مرسل. فمن رحمة الله جل وعلا أنه لا يعذب أحدا من خلقه إلا بعد قيام الحجة رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال جل وعلا: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وقال جل وعلا: ولكل قوم هاد. وشاء ربي سبحانه وتعالى أن يجعل في أمة النبي صلى الله عليه وسلم ورثة يسيرون على هذا الدرب ويحملون نفس المنهج ويرفعون نفس الراية. فإذا رحل النبي صلى الله عليه وسلم ومضى إلى الرفيق الأعلى، بقي في الأمة العلماء الذين يذكرون الأمة خاصة والبشرية عامة بمنهج الله وسبيل النجاة. فمن استمع عن الله ورسوله واتبع هدى الله الذي جاء به رسوله والذي يذكر به الآن العلماء الربانيون الصادقون، هذا سينجو وسيسعد في الدنيا والآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ما المراد بالهدى؟ ما المراد بقوله تعالى فمن اتبع هداي؟ قال ابن عباس: الهدى هنا القرآن. القرآن. قال: فمن اتبع كتاب الله جل وعلا وقاه الله من الوقوع في الدنيا في الضلال ونجاه يوم القيامة من سوء الحساب. فمن اتبع هداي، أي فمن اتبع منهج الله الذي جاء به رسوله. فالقرآن هدى، بل وهو منبع ومصدر الهدى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي في كل زمان ومكان كل الخلق إن اتبعوه، يهدي بالعقيدة الصافية الشاملة الكاملة، يهدي بالعبادة، يهدي للتي هي أقوم في أمور العبادة، يهدي للتي هي أقوم في معاملات الخلق بعضهم مع بعض. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فمن اتبع هداي، أي فمن اتبع كتاب الله جل وعلا الذي نزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يضل ولا يشقى، أي لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ومن أهل العلم من قال: فلا يضل ولا يشقى في الدنيا والآخرة. فلا معنى لهذا الفصل لا ضلال ولا شقاء في الدنيا والآخرة لمن اتبع كتاب الله ولمن اتبع منهج الله وسار على طريق رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يسألني طالب علم ممن تثار حولهم الآن الشبهات ويقول:
إذا كان اتباع القرآن يحمي من الضلالة والشقاء والضنك والضيق في الدنيا وهو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، لماذا لم يسعد هذا الكتاب الأمة الآن وقد أصلت أن الأمة وراء الركب ببعيد؟ والجواب أيها الأفاضل، يوم اتبعت الأمة هذا الكتاب وامتثلت أوامره واجتنبت مناهيه ووقفت عند حدوده ورددت مع الصادقين السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يوم فعلت ذلك سعدت سعادة غامرة وتحولت من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة للدول والأمم. فلقد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم بهذا القرآن الكريم للإسلام دولة وللإسلام أمة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجا. فإذا أمة الإسلام ودولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، يوم طبع النبي عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج الرباني والنبوي، لكنه بأبي وأمي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب الصحابة بمداد من التقى والهدى والنور، فراحوا يتدبرون القرآن ويقرؤون القرآن ويعملون بالقرآن. فالهجر للقرآن أنواع: هجر السماع وهجر التلاوة وهجر التدبر وهجر العمل بأحكامه وهجر التداوي به. يوم حولت الأمة القرآن في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، صارت الأمة قائدة لكل الأمم ورائدة لكل الأمم، بل ورفرفت راية الإسلام على ثلثي الكرة الأرضية في 50 عاما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عادت الأمة إلى هذا المنهج من جديد سعدت في دنياها وأخراها، وإذا أرادت البشرية النجاة والخلاص فلتعد إلى منهج خالقها. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فمن اتبع هداية فلا يضل ولا يشقى، لا ضلال عن طريق النجاة ولا شقاء في الدنيا بل ولا في الآخرة لمن اتبع منهج الله. ما جزاء من أعرض إذن؟ ما جزاء من تكبر على منهج الله وحاد عن الطريق؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن عباس: الضنك الشدة في كل شيء، والله إنه الضنك. وأنا لا أريد أن أقف مع الضنك الدنيوي المادي فقط، بل أي ضنك أعظم من أن تحرم من معرفة الله؟ أي ضنك أعظم من أن تحرم من لذة الأنس بالله؟ أي ضنك أعظم من أن تحرم من ركعتين بالليل؟ أي ضنك أعظم من أن تحرم من صلاة الفجر في جماعة؟ أي ضنك أعظم من أن تقع في عقوق الوالدين؟ أي ضنك هذا يتذوقه من أكل الربا؟ أي ضنك هذا يتقلب فيه من أكل أموال اليتامى؟ أي ضنك هذا يتقلب فيه من آذى جيرانه وإخوانه؟
أي ضنك هذا يتقلب فيه من ظلم البنات وحرمهن من حقهن في الميراث؟ أي ضنك هذا يتقلب فيه من يشعر بضيق الصدر وهم القلب وألم النفس وعدم راحة الضمير واستقرار البال؟ ومع ذلك فهو يتقلب في ضنك مادي دنيوي، فكل متاع بين يديه سيتحول إلى شقاء، وسيصير ضنكا، سيصبح المال ضنكا لأنه خائف عليه ويريد المزيد منه ويخشى أن يضيع منه. هذه حالة الضنك، خائف على ما يملك وخائف على فوات ما حصل. أي ضنك هذا الذي يعيش فيه من أعرض عن منهج الله، ومن أعرض عن كتاب الله جل علاه، ومن أعرض عن ذكري؟ فالذكر هو القرآن أيضا، كما قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بل وربما يكون الذكر أشمل وأعم، كما في قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أي اسألوا أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله ومنهج الله تبارك وتعالى. فقد يكون الذكر أشمل وأعم من القرآن، فالقرآن هو الذكر والقرآن من الذكر. ومن أعرض عن ذكري، عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن منهج الله وعن الدين الحق، فإن له معيشة ضنكا. قال أهل العلم: الضنك في الدنيا لمن أعرض عن ذكر الله، والضنك في الآخرة في القبر وفي يوم القيامة. يعيش عيشة ضنكا في الدنيا. وقال عبد الله بن مسعود وابن عباس وأبو سعيد الخدري: المعيشة الضنك هي عذاب القبر، هي عذاب القبر. وقال ابن عباس في قول آخر: المعيشة الضنك في الآخرة. فالضنك في الآخرة، فالمعيشة هنالك زقوم وضريع وغسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن أعرض عن الله جل وعلا سيعيش الضنك في كل مرحلة من مراحله، في حياته الدنيا وفي قبره وفي الآخرة بين يدي الله جل وعلا. وها أنتم ترون بأعينكم ثمرة الإعراض عن الله. وقد يغتر البعض حين ينظر نظرة عابرة لبعض من يتقلبون في النعيم وهم على الكفر الأصلي، أو هم معرضون عن طاعة الرب العلي. كيف ذلك؟ والجواب كما في مسند أحمد بسند صحيح عند بعض أهل العلم وحسن عند البعض الآخر، من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله يعطي العبد ما يحب، أي من النعم، وهو مقيم على معاصيه، فاعلم بأنه استدراج له من الله عز وجل. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. فكم من مستدرج بالنعم وهو لا يدري، وكم من مستدرج بالعافية وهو لا يدري، وكم من مستدرج بالجاه والمكانة والسمعة والشهرة وهو لا يدري. فانتبه، فليس كل من وسع الله عليه يكون قد رضي عنه، وليس كل من ضيق وشدد الله عليه يكون قد غضب عليه. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي فضيق عليه رزقه، فيقول ربي أهانن. كلا، ليس كما تفهمون. فليس كل من وسع عليه يكون قد رضي عنه،
إلا إذا كانت النعم من الحلال مسخرة في طاعة الكبير المتعال. وليس كل من شدد وضيق عليه يكون قد سخط عليه وغضب عليه. فكم من أصحاب النبي رضي الله عنهم وصلى الله وسلم وبارك عليه عاش فقيرا ومات فقيرا، وهم أهل رحمة الله جل علا. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الضنك في الدنيا والضنك في القبر والضنك في الآخرة. ثم يفصل ربنا تبارك وتعالى حال هذا المعرض عن الله في الآخرة فيقول: ونحشره يوم القيامة أعمى. أعمى، منهم من قال أعمى البصر، ومنهم من قال بل أعمى القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومنهم من قال أعمى البصر والبصيرة. ونحشره يوم القيامة أعمى. انتبه، فيسأل هذا الذي حشر بهذه الكيفية أعمى ويقول: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي في الدنيا. فيأتيه الجواب: فالجزاء من جنس العمل، جزاء وفاقا. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها ترك المنسي الذي لا ذكر له. أعرضت عن منهج الله، وأعرضت عن كتاب الله، وأعرضت عن سنة رسول الله، وسخرت بالعلماء، واستهزأت بالدعاة إلى الله، وذكرت فلم تتذكر، ووعظت فلم تتعظ ولم تتأثر. فما أكثر الفضائيات التي تذكر بالله الآن، وما أكثر الكتب المطبوعة الآن، وما أكثر الثقافة في عصرنا الآن، لكنه أعرض عن منهج الله، وأعرض عن آيات الله، وأعرض عن طريق رسول الله. فكان الجزاء من جنس العمل، ترك يوم القيامة، نسي يوم القيامة وكذلك اليوم تنسى. مشهد الحشر بهذه الصورة يخلع القلب. لو تدبرت معي خروج الخليقة كلها من قبورها يوم القيامة حفاة عراة غرلا، ثم يحشر الذي أعرض عن منهج الله أعمى، وربما على وجهه لا يرى، بل وربما لا ينطق، بل وربما لا يسمع. قال جل وعلا: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. هل تدبرت معي هذا المشهد الذي يخلع القلب؟ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. على وجوههم، يمشي على وجهه؟ نعم. روى الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف، صنفا مشاه، وصنفا ركبانا، وصنفا على وجوههم. وفي رواية الصحيحين من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الكافر يوم القيامة على وجهه. قيل: يا رسول الله، كيف يحشر على وجهه؟ كيف يمشي على وجهه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه؟
قال قتادة: قلت بلى وعزة ربنا، وأنا وأنتم نقول بلى وعزة ربنا، إنه لقادر على أن يمشيه ويحشره على وجهه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوه عميا، فقدوا أبصارهم وبكمة لا ينطقون ولا يتكلمون، وصم أي لا يسمعون. إنه مشهد فظيع، مشهد شنيع. ويزداد الهم والغم على هؤلاء المعرضين عن منهج الله حين يؤتى بجهنم، هي الأخرى، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. والحديث رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. ومن أهل العلم من قال: بل المراد بالعمى عمى البصيرة. فما الجواب على قوله تعالى وقد كنت بصيرا؟ قالوا: المراد أي وقد كنت أملك الحجة وأدافع وأزود بها عن نفسي في الدنيا، فلم تنفعه تلك الحجة التي كان يجادل بها ويماري بها بين يدي الله تبارك وتعالى. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. والنسيان بمعنى الترك، أي تركتها ترك المنسي لذكره. وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وهذا جزاء الله لمن أسرف على نفسه في الشهوات، ولمن استباح لنفسه الشبهات، وراح يفعل ما يشاء وما يريد بعيدا عن منهج الله ورسوله، وكذب بآيات الله، وكذب العلماء ورثة الأنبياء. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أشد من هذا الضيق والضنك في الدنيا، وأشد من هذا الضنك في القبر، لأن الطعام في النار نار، ولأن الشراب في النار نار، ولأن الثياب في النار نار. فالطعام في النار زقوم وضريع وغسلين، ولعذاب الآخرة أشد. وهذا كلام ربنا. قال الله تعالى: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم؟ إنا جعلناها فتنة للظالمين، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون، فشاربون عليه من الحميم، فشاربون شرب الهيم، هذا نزلهم يوم الدين. وطعامهم مع الزقوم ضريع. قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة، عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية، ليس لهم طعام إلا من ضريع. والضريع نوع من أنواع الشوك، وطعامه غسلين. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم، ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم، ولا طعام إلا من غسلين. والغسلين عصارة أهل النار، فطعامهم في النار نار بنص القرآن، طعامهم زقوم وضريع وغسلين. فإذا ما أكلوا وتأججت النار في قلوبهم من هذا الطعام الشديد، استغاثوا، يريدون ماء ليطفئوا به هذه النار الملتهبة، فيغاثون بماء كالمهل
يشوي الوجوه، أي كالزيت المغلي الذي يقطع الأمعاء والأحشاء. وليس هذا من عندي، بل هو كلام الخالق جل وعلا. قال سبحانه: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، يشوي الوجوه. وهل الماء، ما علاقة شيء الوجوه بشرب الماء؟ ما علاقة شيء الوجوه بشرب الماء يشوي الوجوه؟ لأن الماء من شدة غليانه حين يقربه أحدهم من فمه يشوي وجهه قبل أن يصل إلى فمه وأمعائه، يشوي الوجوه. بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقال جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال جل وعلا: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. فالطعام نار والشراب نار، حتى الثياب نار. قال الله عز وجل: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. أي مشهد هذا؟ ولذلك لا تستكثر إذا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث أنس: يقال لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة: لو كانت لك الدنيا وما فيها أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم. فيقول الله جل وعلا: أردت منك أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، أردت منك ألا تشرك فأبيت إلا الشرك، فاسجد لربك يا من خلقت موحدا. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. وفي الصحيحين من حديث النعمان أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا رجل توضع في قدميه جمرتان، تحت قدميه جمرتان من نار، فيغلي منهما دماغه، وما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهون أهل النار عذابا. هذا كلام الصادق، كلام الرحمة المهداة. وقد ذكرتكم قبل ذلك بكلام الله جل علاه: فإذا ما اشتعلت النيران في البطون استغاثوا ولجأوا إلى من؟ إلى خزنة النار. وقال الذين في النار لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الجزاء من جنس العمل، أعرضتم عن الدعاء وها هم خزنة النار يعرضون عنهم في هذا اليوم العصيب. فينادي أهل النار على مالك خازن النار، ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربه، نريد أن نخلص من هذا العذاب. فيرد عليهم مالك: إنكم ماكثون. فتذكروا أهل النار في هذا العذاب الأليم أهل التوحيد وأهل الإيمان الذين سخروا منهم واستهزأوا بهم في الدنيا. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله
قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهواً ولعباً وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. فمن كذب بآيات الله أعاذني الله وإياكم من ذلك، هذا مصيره وهذا جزاؤه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. يؤتى بالموت في موضع بين الجنة والنار وينادى على أهل النار: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون فيقول الحق جل وعلا لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. ثم ينادى على أهل الجنة ويقال: يا أهل الجنة، هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت. فيؤمر بذبحه، يؤتى بالموت على صورة كبش، على هيئة كبش، فيؤمر بذبحه ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فهؤلاء مخلدون في النعيم، وهؤلاء مخلدون في العذاب الشديد والجحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. رسالة إلى إخواني وأخواتي وأحبابي: من أراد النجاة والسعادة والطمأنينة وراحة البال وانشراح الصدر وسعة الرزق والنجاة في الدنيا والآخرة، فعليه أن يرجع إلى هذا السبيل، إلى هذا الطريق، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. وعليه أن يقبل في زمان الفتن، فتن الشهوات والشبهات، إلى العلماء الربانيين والدعاة الصادقين، ليسلم قلبه وعقله لهؤلاء الذين يأخذون بيده إلى هذا السبيل، سبيل النجاة. وإلا فالفتن حولكم كثيرة، فتن الشهوات والشبهات، لا أعلم زماناً قد انتشرت فيه هذه الفتن بنوعيها كزمن الفضائيات والإنترنت والمحمول. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أردتم النجاة فهذا هو سبيل النجاة: عودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ثم بعد ذلك جلوس بين أيدي العلماء، وحرص على بيئة الإيمان، وحرص على الصحبة الصالحة، وبعد عن بيئة الشهوات والشبهات والمعاصي. لأن المرء منا لا يضمن كيف يكون حال قلبه إذا عرضت عليه فتنة شهوة أو فتنة شبهة. فلا تعرض نفسك للفتن، وعرض نفسك لرحمات الله، وهيا أقبل على منهج الله. فوالله هذا هو سبيل النجاة في الدنيا والآخرة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم النجاة والسعادة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فقد يسأل سائل ويقول: إذا كنت قد أصلت لنا الآن من خلال هذه الآيات الكريمة سبيل النجاة للبشرية عامة وللأمة خاصة، فكيف ندل البشرية على هذا السبيل؟
والجواب أن نحول نحن ابتداءً هذا السبيل في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. ما قيمة أن تعرف الحق وأنت لا تعمل بالحق ولا تدعو إلى الحق؟ ما قيمة أن تعرف الحق وأنت لا تعمل بالحق ولا تدعو إلى الحق؟ فأنا أقول دائما إن الحق معنا، معنا القرآن والسنة، وقبل كل ذلك وبعد كل ذلك معنا الله. ويا لها والله من معية جليلة لو عرفت الأمة قدرها وجلالها. أنا أدين لله بأن الأمة لا تحتاج مالا ولا سلاحا ولا علما ولا رجالا ولا مناخا ولا موقعا ولا أرضا. لقد حبى الله الأمة بكل هذا، حباها الله بالمال الوفير وبالموقع وبالمناخ وبالرجال. لكن والله الذي لا إله غيره لا تحتاج الأمة في هذه المرحلة فقط إلا لمعرفة الكبير المتعال، معرفة تليق بقدره وجلاله. الأمة تحتاج معرفة الله معرفة تجعلها تقطع كل الروابط والعلاقات بغيره سبحانه وتعالى، وتتوكل عليه وحده، وتثق فيه وحده، وتلجأ إليه وحده، وتفوض الأمر كله إليه وحده. فالحق معنا، معنا كتاب وسنة، ومعنا الله. إن الحق معنا وإن الباطل مع غيرنا، لكننا بكل أسف لم نحسن أن نشهد لهذا الحق الذي معنا شهادة عملية على أرض الواقع، ولم نحسن أن نبلغ هذا الحق الذي معنا لأهل الأرض بحق. وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا سنتألم جميعا لهذا الحق الذي ضعف وانزوى، ولهذا الباطل الذي انتفخ وانتفش. ونعبر عن هذا الألم كما أقول بصورة من صورتين، إما أن يكون تعبيرنا سلبيا لنزداد هزيمة نفسية جديدة على هزيمتنا الأصلية، ولنزداد عزلة عن المجتمع وعن الخلق وعن العالم، وإما أن يكون تعبيرنا متشنجا منفعلا صاخبا وأحيانا دمويا. وهنا سنخسر الحق حتى ونحن في طريقنا للزود عن الحق وللدفاع عنه. فعلينا أيها الأفاضل إذا أردنا أن نقدم للبشرية سبيل النجاة أن نحقق نحن ابتداء سبيل النجاة، أن نعود من جديد إلى كتاب الله وإلى منهج رسول الله، وأن نعود من جديد للجلوس بين يدي علمائنا الربانيين ودعاتنا المخلصين الصادقين. فلا تخلو الأرض أبدا من قائم لله بحجة. نصيحة لأولادنا وشبابنا في زمن الفتن، في زمن الشهوات، في زمن الشبهات، في زمن الإنترنت والفضائيات، أن يعودوا ويعتصموا بالله جل وعلا، ويعتصموا بحبل الله جل وعلا وهو القرآن، ويعتصموا كذلك بسبيل النجاة بالجلوس في بيوت الله في حلق العلم وفي حلق الذكر بين أيدي العلماء، بالصحبة الصالحة الطيبة، بالبعد عن بيئة الفتن بيئة الشهوات. ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فاتقوا الله ما استطعتم. ومع ذلك فها أنا ذا أذكر نفسي وإخواني من المذنبين العصاة من أمثالي بالعودة إليه جل وعلا والتوبة إليه والأوبة إليه. وأبشركم يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، يا من وحدتم الله جل وعلا، ويا من اتبعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبشركم بفضل الله وإن زلت أقدامكم في المعاصي، أبشركم برحمة الله وإن جذبت أشواك الذنوب ثيابكم، فلقد عفى الله عن كفرة
كفرة بني إسرائيل الذين اتخذوا العجل إلها من دون الله، عفى الله عنهم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. تركهم موسى لميقات ربه فعبدوا العجل الذي قدمه السامري لهم، وقال لهم هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وقام هارون يصرخ في بني إسرائيل الذين رأوا المعجزة الباهرة بأعينهم حين شق لهم الله البحر وجعل لهم طريقا يابسا ونجاهم وأهلك فرعون وجنوده. رأوا المعجزة، وتركهم موسى لميقات ربه، فأخرج لهم السامري هذا العجل الذهبي فعبدوه من دون الرب العلي. وقام هارون يصرخ يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. ومع ذلك يقول الله جل وعلا انتبه: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. عفى الله عمن كفر به من بني إسرائيل. فإن كان ربنا جل وعلا أو أيعفو ربنا عن كفرة بني إسرائيل ولا يعفو ربنا عمن وحدوا الملك الجليل وعمن اتبعوا البشير النذير؟ لا، أبشر، أقبل الآن وعاهد ربك الآن على التوبة، على الأوبة، عاهد ربك على تحقيق التوحيد، عاهد ربك على اتباع السنة ومعرفتها، عاهد ربك على المحافظة على الصلوات في أوقاتها في بيت الله، عاهد ربك على آداء الزكاة كاملة غير منقوصة، عاهد ربك على حج بيته إن كنت ما حججت إلى الآن وأنت قادر مستطيع ذلك، عاهد ربك الآن على أن ترد حق البنات الذي أخذته منهن للأولاد الذكور وحرمتهن منه. عاهد ربك الآن على أن تتخلص من الربا. عاهد ربك الآن على أن تتخلص من أكل أموال اليتامى. عاهد ربك الآن على بر الوالدين والإحسان إليهما. عاهد ربك الآن إلى أن تعود إلى جارك الذي آذيته وأحرجته. عاهد ربك الآن على أن تتخلى عن أكل الرشاوة وعن أكل أموال الناس بالباطل وعن ظلم خلق الله وعباد الله. عاهد ربك الآن على الأوبة إليه، وعاهدي ربك الآن يا أختاه على الحجاب الشرعي وعلى طاعة الله ورسوله وعلى طاعة الزوج فيما لا يسخط الله عز وجل. عاهد ربك الآن على أن تترك المعصية إلى الطاعة، وعلى أن تترك الضلال إلى الهدى، وعلى أن تترك الباطل إلى الحق، وعلى أن تترك الفجور إلى التقوى. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عد إليه الآن، هيا الآن الآن، عاهد ربك الآن على التوبة والأوبة. يا حبيبي في الله، إن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. وأنت يا ولد الحبيب، يا من وقعت في مستنقع المخدرات فزنيت بسبب المخدرات وعققت والديك وسرقت المال لشراء المخدرات وتمردت على الأسرة وعلى الدين وعلى رب الأرض والسماوات، تعال تعال يا حبيبي، تعال يا ولدي، عد اليوم إلى الله واطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي الله، واعترف له بضعفك، واعترف له بعجزك، واعترف له بتقصيرك، ووالله سيفرح بتوبتك، وسيفرح بأوبتك، وسيسدد قلبك، وسيوفق سعيك.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك، دنياي غرتني دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك؟ لو أن قلبي شك لم يك مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه رباه رباه، ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك. رباه رباه، قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك، ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. قال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأختم بهذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أذنب عبد ذنبا وأنا ذلكم العبد، أنا ذلكم العبد وكلنا ذلكم العبد. أذنب عبد ذنبه فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، وإلا فأين يذهب المسيء إلا إلى المحسن، وأين يذهب الذليل إلا إلى الغني العزيز. أذنب عبد ذنبه فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله، اسمع اسمع، قال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي، فقال الله، اسمع: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فليفعل عبدي ما شاء فقد غفرت له. هو يذنب ويستغفر. فالحديث لا يفتح لنا باب الجرأة على الله، ولا يفتح لنا باب الاستهزاء بالتوبة لله، بل يفتح لنا باب الرجاء في الله. فأنا لست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، إنما أنا عبد أتعثر على الطريق، قد تجذب الذنوب ثيابي وقد تتعثر قدمي في بؤرة معصية. فارفع قدمك وانزع ثيابك وطهرها بدموع التوبة والأوبة والندم، وأقبل على الله جل وعلا وأنت على يقين أنه سيفرح بك. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واكشف همومنا وأزل غمومنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. يا رب اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصب، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من طاعته غناء ورحمة ودعاؤه رجاء، يا من طاعته غناء، يا من ذكره دواء، يا من ذكره دواء. ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا واستر عيبنا وفرج كربنا وفك أسرنا
وفك أسرنا وآمن روعاتنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. يا رب لا تردنا من هذا المكان جميعا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لم تبور. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا وشبابنا من الفتن. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا من الفتن. اللهم استر نساءنا واحفظ بناتنا. اللهم احفظ نساءنا واستر بناتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الرخاء والاستقرار. يا رب ارفع الوباء والغلاء والبلاء عن بلدنا وعن جميع بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة الأمور لكل ما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم اكتب النجاح والتوفيق لأولادنا، واللهم اكتب الشفاء لمرضانا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، واختم لنا جميعا بخاتمة السعادة ولا تحرمنا الزيادة. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة. من بيوت الله يخرج كل فضل.